لقد خصنا الرحمن من سائر الكتب بأفضل قرآن وبالمنطق العذب. فسابع أخي دوما ورتله خاشعا تنال الرضا والكشف للهم والكرب. وكن منصتا للدرس دبا فإنه حقائق أسرار ووهب من الرب. وقص أبحرا تفسير علمي وراثة وأنفاس فخر يمطر الكل بالحب. وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفيه أن كثيرا من الحوادث التي تحدث تكون علامة على إرادة لله يقصر عنها فهم الإنس فهم الجن، ما يدرون ماذا وراء ذلك. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا بد أن يقف الكل أمام إرادة المولى موقف عبيد أمام إله سيد. هذا حتى لما قال للملائكة ملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا قد كان أول فيها جن فسدوا فسقوا وتجعلوا فيهم نفسه في قدمة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني في الأشياء التي يحدثها الله ما يتجاوز علم الملائكة وعلم الإنس وعلم الجن، هو الأعلم جل جلاله. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما اختبرهم بتعليم آدم الأسماء من دون ما يعلمها الملائكة قال لهم أنبئوني بأسماء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، لا العلم الظاهر ولا العلم الباطن، ولا علم الذرة ولا علم الطبقات الأرض الجيولوجية ولا علم الفضاء ولا علم البحار ولا علم التكنولوجيا، ماشي منه يجي قليل ولا كثير إلا بتعليم الله. علم الإنسان ما لم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قولوا الذي اخترع ذا والذي اخترع ذا، لما خرجت من بطون أمك إيش كان معك من علم هذا؟ طيب منين جاء أصلك جاهل أنت ما عندك شيء، منين جاء هذا؟ أعطاك آلات تستخدمها على حسب ما جعل فيها من قانون تأمل في كائناته ومخلوقاته فتستخرج وتنتج. أنت وآلاتك والكائنات خلقه، فمن الخالق أنت ولا هو؟ أنت أصلا كنت نطفة وعلقة ومضغة وبعدين ياهو إيه؟ ما أحد منكم خالق، قل هل من خالق غير الله؟ لا صانع طائرة ولا صانع تكنولوجيا، ما أحد منهم خالق، كلهم مخلوقون ومغلوبون كذلك ومسير على قانون الحق في الوجود. لو يريد يقلب هو ما يقدر نفسه، هو مخترعه. يقول بس اسمع، الآن اسمه بدل ما اسمه تستخدم القانون الإلهي في أن الطيران يكون بتدوير المحركات والاتجاه صوب كذا، غير هذا، غير هذا، خلي الدوران بالعكس، وإلا بس من دون هذه المحركات هو ما يقدر أصلا. اسمع، ليش تأخذ الوقود هذا؟ أحسن تراب بس ولا حجر قوي، هو ما يقدر أصلا، هو قاصر، هو اللي يشوف
سنة الخالق في خلقه ويعمل بها بس. أما هو يقلب شيء ويدري ما يقدر، لا هم ولا السحرة ولا غير، ما يقدر يقلب الأمر على أصله أو على حقيقته إلا سنة الله تعالى. ولهذا يقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. قال لا ندري أشر نريد ما أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا يحدث إلى حدود كبيرة. أعلم الخلق بأسرار الله في الوجود والعلم بأمور الخير والشر، خصوصا ما يتعلق بالكسب المكلفين الأنبياء، ومع ذلك يفاجئهم من الأحداث والأحوال ما لا يعلمون حكمة الله فيه لا بعد. ولما جاءت سنة لوطا شيع بهم وضاق بهم ذرعا، قال ايش المشكلة الحين هؤلاء الضيوف في الظروف هذه يأتون والمعي القوم دول يسودون الوجوه ويأذون خلق الله ويتعبون، ايش المشكلة اللي جاءوا سيع بهم وضاق بهم ذرعا. وقال هذا يوم عصيب، هو يوم الفرج أو يوم النصر وذنبي، لكن ظاهر الأمر شافوا كذا. بعدين قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك. قال لو أن لي بكم قوة أوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، قال بل جيناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق. وهكذا ولما مروا كذلك على سيدنا إبراهيم ما عرفهم في البداية، وبعبوديته لله وقيامه بحق الله لأن الضيوف جاءوا يقوم يكرم الضيف أبو الأضياف سيدنا إبراهيم، بسرعة جاء بعجل حين يتقربوا إليه. فلما رأيديهم لا تصير إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وهم ملائكة. فإن أخبروا قالوا إنما نحن رسل من ربك. وإلى فين؟ قالوا بأنه لك سدوم هذا والقرى اللي فيها قوم لوط. قال فيها لوط نبي هناك لوط. قالوا نحن أعلم من فيها لأن الجنة وأهله. فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إذن فالإحاطة بما ينطوي في الأحداث من أبعاد قريبة وبعيدة وحكم لا يحيط به إلا الله. حتى كثير مما يؤمر به الملائكة أن يتصرفوا فيه ما يدري ما الحكمة من وراءه ولا يعلمها فيما بعد، هو ملك تصرف كذا ليش ما يدري؟ العلم لواحد هو الله، والله يعلم وأنتم بس مع الناس غرورهم بس. هؤلاء الملائكة مع أنهم عندهم معلومات أوسع من بني آدم كلهم في كثير من الشؤون، ومع ذلك يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما. ذي واحد يعلم شيء من أجزاء من أجزاء من أجزاء من أجزء من الكون ويقول العلماء العلمانيون هذا البحث العلمي. إيش قد عرفت؟ إيش قد اطلعت؟ لكن غرور الإنسان، غرور الإنسان. ولو حد بينك شو في عينه تمام يجهل كم من خلايا عينه وشو عينه بس، وإذنه كذلك كل سنة. إيش عرفت؟ الذي عرفت ما يساوي شيء بالنسبة لما جهلت وما لم تعلم. فقل الذي يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. واحد في مجال العلم اغترب بنفسه في العلم، قال يسألوني عن ما بدلكم. قم واحد يقول له كم عدد شعر لحيتك؟ يبغى له جهاز يعدها ولا يريد ولا كم بغى له؟ ما هو يجهل عدد شعر لحيته، شيء قاقع فيه قايم ما يعرف عدده. هو فيه هذا وصف المخلوقين. فحق كل مخلوق أن يكون مهلاك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الجن إنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
العلم لله. ولذا لما تعلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة ما تعلم هاد كبار العلماء الله، فكان في دعائه يقول هو الشيخ شعيب بن مدين المغربي عليه رحمة الله: اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا فأختاره لنفسي، وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفقري، فأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها لك وأحمدها عاقبة عندك. العلم عندك ومحجوب عنه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقولون: وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فإما دون ذلك على من لم يبلغ رتبة الصلاح، وإما الصالحون المؤمنون ودون ذلك الكفار. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذا شأن الإنس والجن شأن الجن وشأن الإنس كذلك، منا الصالحون ومنا دون ذلك. وبعد مسارنا في التفكير والمذاهب والأعمال والمعاملات كنا طرائق جددا، يعني مذاهب شتى، اتجاهات متنوعة مختلفة، قدد جمع قدة، قطعة كنا طرائق قددا، يعني النصارى اليهود المجوس المؤمنين الملحدين كفار المشركين العلمانيين، كما هم في الإنس فيهم المسلمون أهل السنة، فيهم المبتدعة موجودين كما الإنس فيهم، فيهم فيهم أهل الرفض، فيهم أهل النصب والخارج، فيهم مثل يشبهون الإنس في الأعمال كلها وفي طريقة الأفكار والتفكير. ولهذا إلا أنه سبحان الله بقدره العظيمة في الوجود ما تمكنهم لا الإنس ولا الجن من كل شيء، حتى في حدود إمكانياتهم ما يقدرون يتصرفون كما يشتهون. وإلا قد يحصل أحيانا نصارى جن يذون يتسلطوا على أحد من المسلمين وما يخرجون منه إلا ما يجي عند نصراني واحد من أصحابهم عشان يفتن المسلمين مثلا، يحصل جن مبتدعة إذا تسلطوا، لكن هذا في حدود ضيقة لأن الأمور ما هي مفتوحة على مصاريعها فوق المملكة ملك، لو مفتوحة على مصاريعها بيقع لعب في الحياة ومشاكلة، هم حتىهم الآن يروننا ولا نراهم، لو الأمر مفتوح كم من جني مغتاظ على إنسي بيجي بيقول له ما يقدر ومغتاظ ويريد يضره، لكن المملكة فوقها ملك جعل نظام وترتيب، كل واحد ما يقدر يتجاوز حده، اخسى فلن تعدو قدرك، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، واحد من ابناء اليهود يتكلم ببعض الغيوب وكذا واللي في نفوس الناس ويجيب، قال اخسى فلن تعدو قدرك، جربوا فيما ابتلاه الله وابتلى الناس به فيما يتكلم به على خواطر الناس، فخبأ له صلى الله عليه وسلم في نفس سورة الدخان، فجاء إليه يقول خبأت لك شيئا، ما خبأت لك، ما عرف ينطق بالكلمة، يقول الدخ ما عرف ينطق الكلمة، قال له اخسى فلن تعدو قدرك، اخسى فلن تعدو، كل واحد له قدره بس، وإلا مرادات إبليس يقدر ينفذها في الوجود ولا بيخلي واحد مسلم من الآن، خلاص ما يقدر. من قديم يقول له العزيز الجبار: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الكل مقهور ومتكبر، عاد مقهور ومتكبر، لا إله إلا الله، خلي الكبر للقاهر، قاهر اللي بيده الأمر كله جل جل، ولا يكون إلا ما أراد. وهؤلاء كلهم
بهذا المعنى إنسهم وجنهم صغارهم وكبارهم هلا ما يدرون. واحد من صناع القرار إلا حصل في ولده شيء ما يريده وفي نفسه هو من صناع القرار في الحياة، مشي في السيارة قالت أبو كذا قرار منه، ما أنت من صناع القرار ليش تخلي السيارة تصل حادث؟ مقهورون أصلا، هو ده صانع القرار مقهور ولكن متكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما رضوا يعرفون أنفسهم، لو أصغوا إلى الأنبياء لعلف. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله ما استمعوا إلى الأنبياء صلوات الله عليهم. وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وهكذا يقول ربي سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل مركبة على الأهواء والشهوات والمرادات المنحطة، وقوموا عليها مذاهب وأفكار ومدارس وشركات وما إلى ذلك. لكن إلى أين تصير هذا كله؟ والحق واحد في طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وما بعثهم الله به. فمن حفظه الله وعصم غلب ما آتاه من نور العقل على ظلمات الشهوات والأهواء فاستقام. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، وقرب الطريق علينا قبس هذا كتابي وحاول الرسل يتبعهم وتسلموا من البلايا الكبيرة والآفات المختلفة كلها. بتخرجون من ظلمات أهواكم وشهواتكم ونفوسكم وشياطين الإنس والجن، اتبعوا بس. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا، ها؟ فله ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يمشوا وراك وسلموا من كل الشرور وأنواعه، وإن تطيعه تهتدوا. اللهم صل عليه. وهكذا كنا طرائق قددا. وإن ظننا الآن إحنا على يقين، يعني انكشف عنا بعض الغبار اللي يغطي العقول عن إدراك مهمتها وواجبها وعن إدراك حقيقتها. كيف؟ كنا في عندنا شيء من الغطرسة والكبر، لما الآن نظنن يعني أيقن الآن أن لن نعجز الله في الأرض، أن مهما كان عندنا من قوة وطيران وكنا نقعد مقاعد للسمع من السماء، نحن مقهورين لقهر القهار خالق السماوات والأرض. لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ما نقدر نفر منه نفوت عليه، ما يمكن. إذن فإيش حقنا؟ نخضع لجلاله نتبع رسوله. خلاص عرفنا أنفسنا الآن، شوف عرفوا لما عرفوا الله عرفوا أنفسهم. لن نعجز الله في الأرض، منين نقدر؟ فين نروح؟ ولن نعجزه هربا. الحق يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ولا إنسي ولا جني ما حد يقدر ينفذ، هم تحت خيمة السماء وفوق هذه الأرض بس محلهم. هينفذوا؟ لا تنفذون إلا بسلطان، شي قوة منا. إذا قلتم محمد كيف عرج بسلطان؟ رفعنا معاده في السماوات وخرجناه من السماوات كلها والأرض كلها، من فوق سدرة المنتهى إلى حيث لا تصل عامة الملائكة وخواصهم مثل جبريل، ما يصل إليه هو وصل. خرج من هذه الأطوار كلها حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق. بغونا احنا نتعجب في الطيار ولا في مركبة فضائية، عندنا رسول جاوز السبع الطباق كله، هو أحق أن نعظمه وأن نتعجب فيه وأن نهتدي بهديته. يقول: إنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ما نقدر نفوت عليه. فين نروح؟ ما نقدر نهرب مع نفوت عليه، فين نفوت؟ فين
في أي مكان نحن تحت قبضته، خلاص عرفنا نفسنا معنى الخضوع للرب. هذا الله أكبر. ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، إن لما سمعنا الهدى هذا القرآن يقرأه سيد الأكوان آمنا به، وهنيئا لهم بهذا الإيمان. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، لا يخاف بخسا ذلة ولا مهانة ولا ينقص عليه شيء. من يوم لا يخاف بخسا ولا رهقا عدوانا ولا ظلما ولا طغيانا، كما قال في الآية الأخرى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من نقص على شيء ولا نعتدي عليه في شيء أبدا، حسناتك محفوظة ولا تعاقب على شيء من غير سيئاتك، ولا تزر وازرة وزرا أخرى. فالله يرزقنا الإيمان، يرزقنا اليقين، ويبارك لنا ولكم في رمضان، ويزيدنا في إيمان كل يوم يا رب من باقي أيام رمضان، يجعل إيماننا فيه أقوى وأوسع وأعلى وأرفع وأثبت يا حي يا قيم. وكل ليلة كذلك في كل ركعة زدنا إيمانا، وبكل آية نتلوها أو نسمعها زدنا إيمانا، وأعطنا هدية كبيرة في رمضان من الإيمان واليقين، تشمل بها حاضرين وسامعين ومن يوالين، وتعود على عوائد من في بيوتهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول إن اليهود يؤمنون بالبعث، وإذا الجن من نصيب يوم البعث. الجن تكلموا على قضية الخلق على وجه العموم بعد أن سمعوا كلام خالق على لسان مرسل إلى جميع الخلائق، فذكروا الجدد الطوائف والأصناف، ومنهم من الذين ينكرون البعث، فذكروا الجميع، وكان كلامهم كلام من التقى برسول العالمية، برسول العالمية. علموا هذا، ما عاد بقوا محصورين في مجرد جنسهم ولا عقيدتهم، رأوا كلام عظيم من عند خالق للكل على لسان مرسل للجميع، فتحدثوا عن طوائف كلها التي بينهم وعن الجدد اللي بينهم، ومنهم أنكروا على الطائفة الذين ينكرون البعث. كفشان المشركين، لأن فيهم المشركين وفيهم أصناف من الناس، أهل السنة من أهل من الجن، يوم الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي موجودين ويتعلمون المذهب، يأخذون ويدرسون كتب المذهب ويحضرون عند المشايخ المذهب، وهم هكذا. لا إله إلا الله. والوعد بين الجميع بعدين يوم الحكم، قل إن الأولين والآخرين من حكم من إله واحد، ما يفوز إلا من اتبع رسله وانتهينا. هذا ما وعد الرحمن وصدق، وباقي الطوائف والجدد، وإنه يقول نار روحوا إلى بئس المصير والعياذ بالله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ويا ربي ثبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. لقد خصنا الرحمن من سائر الكتب بأفضل قرآن وبالمنطق العذب، فسابع أخي دوما ورتله خاشعا تنال الرضا والكشف للهم والكرب، وكن منصتا للدرس دبا فإنه حقائق أسرار ووهج من الرب، وقص أبحرا تفسير علمي وراثة وأنفاس فخر يمطر الكل بالحب.